سنة رابعة متوسط. السلام عليكم. دائما تحضيرا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، تمرين حول المتراجحات، مدة ساعة، تقدر تحلو في 10 دقائق. نص التمرين: هل العدد 0.5 حل للمتراجحة ناقص 6x ناقص 2 أصبح أو يساوي 4x زائد 18؟ ثانيا: حل حسابيا المتراجحة السابقة هذه، ثم مثل مجموعة حلولها بيانيا. نجاوب عن السؤال الأول: هل العدد 0.5 حل المتراجحة؟ هل معناه يمكن أن يكون حل كما يمكن أن لا يكون حل المتراجحة؟ نعوض x ب 0.5 في المتراجحة، لدينا المتراجحة ناقص 6x ناقص 2 أو يساوي 4x زائد 18. نعوض x ب 0.5 ناقص 6 مضروبة في 0.5 ناقص 2 أصغر أو يساوي 4 مضروبة في 0.5 زائد 18. 6 في 0.5 مضروبة في النصف تعطينا ناقص 3 ناقص 2 أصغر أو يساوي نصف 4 هي 2 زائد 18. نواصل: ناقص 5 12 زائد 2 زائد 18 تساوي 20. نلاحظ أن ناقص 5 أصغر أو يساوي 20 عبارة صحيحة. نقول أن العدد 0.5 هو حل للمتراجحة ناقص 6x ناقص 2 أكثر يساوي 4x زائد 8. لماذا؟ لأنه يحقق المتراجحة. عبارة صحيحة. إذن 0.5 هو حل للمتراجحة. سؤال ثاني: حل حسابيا المتراجع، نقوم بحل حسابيا المتراجع، معناه نوجد جميع حلول المتراجع. ناقص x ناقص 2 أصغر أو يساوي 4x زائد 18. كما في المعادلات، المجاهيل على الجهة اليسرى والمعالي من الجهة اليمنى. ناقص 2 نرجعها من الجهة اليمين، و 4x نرجعها من الجهة اليسرى. ناقص 6x ترجع هذه، ناقص 4x 18، ناقص 2 تولي زائد 2. وصل. ناقص 6 ناقص 4 ناقص 10x 18 زائد 2 تساوي 20. لما كان لدينا عمليات الجمع والطرح، لما نرجع إلى الطرف الثاني نغير الإشارة، بينما هنا لدينا الضرب. عندما نرجع للطرف الآخر، إذا كان مقام، إذا كان بسط يرجع مقام، والعكس، ناقص 10 بسط يرجع من هنا مقام. ناقص x أصغر يساوي 20 على 10، ناقص x أصغر أو يساوي 2. نواصل. ناقص x أصغر أو يساوي، المطلوب إيجاد x. لدينا إشارة ناقص تولي x ناقص 2. عندما نضرب في إشارة، تكون إشارة سالبة وترجع إلى الطرف الآخر، تتغير اتجاه المتراجحة، تصبح أكبر أو يساوي ناقص 2. هذا حلول. حلول المتراجحة هي كل قيم x التي تكون أكبر أو يساوي ناقص 2. رسمها بيانيا يكون كالتالي: تمثيلها تمثيل حلول بيانيا، نرسم الإعلام، نضع المنتصف صفر، هنا واحد، اثنين، ثلاثة، إلى آخره، ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، ناقص اثنين، معين. حلول هي كل القيم التي هي أكبر أو يساوي ناقص 2. معنى هذه ليست حلول المتراجحة، تبقى كل هذه الحلول. هنا لدينا x أكبر أو يساوي 2، معناه ناقص 2 هي حل المتراجحة. ناقص 2 تنتمي إلى حلول المتراجحة. وكذا وجدنا كل حلول المتراجحة. يمكن نفيريف هنايا x 0.5 هي حل للمتراجحة، 0.5 موجودة هنا. وبالتالي نكون قد انتهينا من التمرين،
أي اقتراحات أو ملاحظات اتركوها لي في التعليقات، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.